يعني كيف شفتي التجاوب ديال المغاربه اللي مازال كيعيطوا ولا؟ السلام عليكم خويا، الله يحفظك وبارك الله فيك اخويا، الله يكبر بك اخويا، شكرا. اسمحوا لي اخويا، تسمحوا لي بزاف، راه التليفون غادي يقرب قريب غادي يطير من الشهر، بقيتي شي 10%، سمحوا لي اخويا 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 الله حفظك اخويا الله حفظك الله حفظك اخويا، الله يكبر بك. كان عندي اخويا ما بقاش عندي ولا شي اخويا، تيشدني اخويا تيشدني من جهتنا، بعدا كنزير في الصلاه ديالي تختينا حتى نتخنق، وفي جهه ما تنصيبوش نقلب لي ما تنصيبوش. لا حنا حداه، راه الدري مشى عند موظفين ديال السيريالات حدا الجامع، حدا اوفي شي التكوين، لا راه واقفين حدا الفيروز، راه هما راجعين المشاريع، راه مشى عندهم الدري. لا 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 هما راجعين المشاريع، هما راجعين. شكرا خويا، كيف شفتي التجاوب ديال المغاربه اليوم معاك؟ كيف شفتي التجاوب؟ الاسعاف هي جات الحمد لله، حتى هي الاسعاف جات اليوم، الاسعاف ان غتنقدك اخويا. تشكرك اخويا جميل، كاع الناس هم غيتواصلوا معاك، خلي لي غيخدوا معاك في الواتساب. تشكرك اخويا جميل، ويتبعوك ان شاء الله حتى للسبيطار، ونجيو عندك حتى للسبيطار. تشكرك اخويا جميل المغاربه، والحمد لله اللي قال لك المغاربه ما مزيانينش راه هو اللي ما مزيانش، الحمد لله. كنشكروا جميع المغاربه، كنقول لهم الله يجعل ربي، قال لي عنده شي حاجه بحال سميتو الله يجعل ربي شافي، وكاع اللي تشافى الله يسهل الامور ديال الطرقان ديالو كلها. يعني الحمد لله هي الاسعاف اخويا جات، ان شاء الله ربي راه غايدير لك الشيء اللي فيه الخير. اما المغاربه كيعيطوا لك، ان شاء الله راه ما غتولي بخير وعلى خير. وانت كيف ما كتشوف اسعاف راه جاو في الوقت المناسب، ياك يلاه عيطنا لهم ها هما جاو. الله يجيب لك الشفاء اخويا، ان شاء الله غادي تشافى. واخا اخويا ما عرفتش شنو عنده، ما عرفت كيتخنق، عنده قانون عصبي وقيله ولا ما عرفتش. راه ود بني من الليل اخويا، راه عيط لينا. مرحبا، قادر تنوض ياك؟ واخا امر. تحيه لرجال الاسعاف، الحمد لله جاو في واحد الوقت وجيز، انا اتصلت بهم شخصيا، جاو حضروا في الوقت الوجيز، هما كيديو هذا الشاب هذا اللي جميع المغاربه تضامنوا معاه اليوم، اللي ان شاء الله غادي نوقفوا معاه حتى يعرف المرض اللي عنده وغادي يتشافى ان شاء الله. شكرا مره اخرى لرجال الاسعاف، وتحيه كبيره لجل المغاربه لا داخل ارض الوطن. تبارك الله عليك اخويا، انا نعيط لك، انا مازال نعيط لك ان شاء الله في راسك. كنتمنى مشاهدينا الكرام انكم تبارطاجيو هذا المباشر هذا، وتعاونوا هذا الشاب هذا اللي هو جا من مدينه بني ملال، اللي جا لكازا باش يتعالج ويتشافى. تحيه كبيره كاع الناس اللي اتصلوا به، تحيه كبيره لرجال الاسعاف اللي جاوا في الوقت المناسب اللي عشقوا هذا الشاب هذا. ومره اخرى انا فرحان بجل المغاربه اللي اتصلوا بهذا السيد هذا على المباشر، وبغاو يعاونوه وبغاو يعرفوا شنو هو عنده، والعديد من الناس انهم قالوا ليه باللي انك غادي تشافى، وانهم كانوا مراد بحاله، وان شاء الله غادي يتشافى. مشاهدي قناه شوف تي في، وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، والى اللقاء.